نواصل المسار وتعلن أيضا انطلاقات أشواطنا متوالية شوطا بعد الآخر للتعرف على نجوم هذا الشوط وأيضا من هم الراغبين في هذا الختام وسن الإذاع الذي أعلن التحدي من البداية في هذه اللحظات. الشوط الثاني يعلن انطلاقه وهو شوط خاص أيضا بالإبكار المهجنات الأصايل في هذا المسار كما ذكرنا 5 كيلومترات أيضا تحدد هذه الانطلاقة وتحدد هذه اللحظات. الدفع الذاتي الذي بدأ يحمل قوة إثارة هذا الشوط ويحمل أيضا المسار الأول عودة إلى بداية الانطلاق. هناك ومراكزنا العشرة الأولى هي مساري نداءاتنا في هذا الميدان. المركز الأول أريام مع المركز الأول سعيد بن طويلب المنصوري هي اللي تحتل الصدارة والمقدمة والانطلاقة والمسار. المركز الثاني غصابة سعيد بن علي العويسي على المركز الثاني، والمركز الثالث مهابه محمد بن عتيج بن عبيد بن عاضد المهيري انتقل إلى رابع المراكز، وبالعرطي منصور بن محمد أو منوة حميد بن حارب المهيري. السلام واصل أيضا أبو أحمد واصل مع منوة في المركز الرابع. المركز الخامس الشاهينية راشد محمد بن راشد بن غدير مع المركز الخامس والسادس. المراكز أيضا شعار مرغم متواصل مع براقة راشد محمد بن غدير في المركز السادس وسابعا. هناك زاهية مطر بن سعيد بن عبيد الحميري، وأشوف المركز الثامن بالعرطي أتوقع شفها عتيج بن مسري بن سالم بالعرطي الحميري، والمركز الثامن ضبي على تاسع المراكز. هنا أيضا سعيد محمد معتوق العامري، وعاشرا الضبي أيضا أحمد بن خلفان بن خصيبه الظاهري. ندائنا الأول وننتظر أيضا استكمال البقية المشاركين في هذه اللحظات وفي هذه التحديات في مسارنا في مسار الاثنين كيلومتر أو مسار الخمسة كيلومترات وأول كيلومترين في هذه الانطلاقة. ما شاء الله العودة للبداية، الصدارة أصبحت فردية، المنافسة أصبحت هناك ما شاء الله. غصابة اللي على المركز الأول سعيد بن علي العويسي ينطلق مع غصابة. يا سلام وما نيل المطالب بالتمني، ولكن تأخذ الدنيا غصابة علشان غصابة. يا سلام البداية والمقدمة والانطلاق، وركز يا العويسي مع بداية هذا الشوط. بن طويل بعاقد العزم أيضا على التنافس. أريام سعيد بن طويل المنصوري وحق أيضا وطلب مسموح ومفتوح أيضا لكل المشاركين أيضا بالحصول على الجائزة، جائزة العينية الساعة الثمينة هناك لصاحبة هذا الشوط. المركز الثالث مهابة على المركز الثالث، محمد بن عتيج بن عبيد بن عاضد المهيري على المركز الثالث، ووصلت منوه حميد بن حارب المهيري. السلام منوه هناك براقة، تقدم من براقة راشد محمد بن راشد بن حمد بن غدير اللي انتقلت المركز الرابع، واعود للمركز الخامس هلا او تابع منوه على خامس المراكز حميد بن حارب المهيري، وهناك على المركز السادس ايضا الشاهينيه راشد محمد وراشد بن حمد بن غدير. 6 مراكز متقاربه، ونكمل ايضا ندائنا مع هذه اللحظات. المركز السابع الظبي احمد بن غلبان بن خصيبه الظاهري، والمركز الثامن دخول هنا من شفا عتيج بن سري بن سالم بالعرض الحميري. المركز التاسع زاهي مطر بن سعيد بن عبيد الحميري، والمركز العاشر انتباه على المركز العاشر محمد بن الحاج السوداني. يا سلام الزول اعلن انتباه المضمرين في هذه الانطلاقه. يا سلام ندائنا متكرر وايضا يسير ويتجول من المركز الاول الى المركز العاشر، من المركز الاول الى المركز العاشر، ونعود ايضا هنا لنتابع التحركات والتنافس والانطلاقات. غصابه والعويسي، العويسي تركيز عالي من العويسي في بداية هذا الشوط. هناك بالمقدمة
هزيمة صعيد محمد العويسي مع غصابة، ولكن هنا أرى هجوما قادما، أرى هجوما قادما من براقة. براقة الراشد محمد براشد بن حمد بن غدير ينطلق مع براقة في هذه اللحظة ليتابع غصابة، ولكن من طويلب سعيد بن طويلب المنصوري مع أريام على المركز الثالث. تغييرات البداية والمقدمة، وصول من هذه اللحظة من مهابة محمد بن عتيج بن عبيد بن عضد المهيري. تغييرات لا تغييرات لا تبديلات. المركز الخامس، المركز الخامس شاهينية راشد بن حمد بن راشد بن حمد بن غدير ومن حميد بن أحمد بن حارب المهيري. يا سلام 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 البداية، سلام اللحظة. المركز السابع هناك، انتقل المركز السابع. أول ندى الهاي الذيب سالم محمد بن ضبيعة، نعم بدأ يقرب أيضا الانطلاقة ويقرب أيضا المسافة مع هذه اللحظات. خلاص يا أخواني، لوحة الألف وميتين، ألف وميتين ما تبقى على الساعة وعلى النهاية وعلى الكيلومترات وعلى اقترابنا من المنصة. ما شاء الله، هناك التحدي، هناك التنافس، هناك الانطلاق، هناك الاندفاع. الله 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 الله. براقة أبرقت، براقة غيرت، براقة انطلقت، براقة سارت، براقة إلى الصدارة. هنا راشد بن محمد بن راشد بن حمد بن غدير. ما سلام، يا سلام يا سلام يا سلام. من هناك تبقى براقة ولا هناك تكون أريام؟ ولا أريام سعيد بن طويلب المنصوري طالب يا بن طويلب. وهناك غصابة سعيد محمد العويسي على المركز الثالث والمركز الرابع، مهاب محمد بن عتيج بن عبيد بن عضد المهيري. يا سلام يا براقة، سلام يا براقة، وسلام على هذا الأداء الجميل. وركز يا أبو مطر، ركز يا غدير يا بن خادم يا الزرعي، ركز مع براقة. متعودة على الناموس هذه، تعرف هناك منطقة السلامات، منطقة التحديات، منطقة المنافسة. واحذر من غصابة، تأخذ الدنيا غصابة هناك على العويسي، ما عنده ما عنده سوى المنافسة والتحدي. الله 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 الله، من بيركز؟ غصابة ولا براقة؟ غصابة ولا براقة؟ جاوز يا مجاوز، أشوف أشوف اللحظات الأخيرة. الله، براقة غصابة، غصابة براقة، براقة هو الغصابة، غصابة ولا براقة؟ يا سلام، غصابة بفارق بسيط، براقة تحاول، غصابة، براقة، غصابة على النهاية، غصابة تصل مع اللحظات الأخيرة في هذه اللحظة. ما شاء الله، أتوقع أنها أتوقع 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 النهاية هناك. المركز الثالث ذهبت أمجاد عبد الله بن حميد بن ربيع السبيعي، والمركز الرابع كان هناك ريام سعيد بن طويل بن منصوري. المركز الخامس سالم سعيد بن منان غزلان، والمركز السادس الذيب سالم محمد بالضبيعة. هاي المراكز الست الأولى. وعطنا يا أبو عدران، عطنا خلنا نستمتع بالرقص غصابة وبراقة، واللحظة الأخيرة اللي شهدت أيضا الاحتفاظ بغصابة، غصابة غصابة. تهانينا تهانينا، سلام غصابة. إذا هناك سعيد محمد العويسي، تهانينا والناموس. سبع دقائق خمسين ثانية بلا أجزاء من الثانية. أيضا سعيد بن علي بالصغير العويسي، يا سلام على المعلومة، شكرا أبو حمد. هني المركز الثاني براقة، ما قصرت براقة، سبع دقائق خمسين ثانية جزء واحد من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الأداء الممتاز، ولراشد محمد بن راشد بن حمد بن غدير. والمركز الثالث بالربيعان وصل مع المركز الثالث مع أمجاد عبد الله بن حمد.